يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا للمزامير في آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا الله معايا. أهلا بكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمية. آية هذا اليوم من سفر الأمثال أصحاح 30 وعدد 26 تحكي عن سكنة، عن مكان وجود، عن ناس ينفعوا ويكونوا رغم ضعفهم الشديد لكن موجودين في هذا المكان. تعالوا نشوف سوا. كاتب الكلمات يقول كده: الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. أمثال 30-26. سفر الأمثال أصحاح 30 وعدد 26 يحكي عن طائفة من ضمن طوائف بيحكي عنها في سفر الأمثال كتير، وبيحكي عن الجراد وعن حاجات تاني. المهم يتكلم عن الوبار، واخترت الآية دي النهاردة عشان أشجعك بيها وأشجع نفسي أيضا. البيوت التي في الصخر، في المحتمى، في مكان لا يستطيع عدو الخير أنه يقترب إليه ولا يصل فيه إلى هدفه أنه يؤذيني أو يأكلني أو أنه يبتلعني. عايز أقولك ببساطة شديدة جدا، لو عايز النهاردة هذا النوع من الحماية، انت كل اللي عليك تعمله تجري لحد عند حضن الرب وتخليه يحتضنك ويحميك من كل هجمات العدو. الصخر الكامل صنيعه، الصخر اللي بيقول دايما بيرمز كده في الكتاب، يقول والصخرة كانت المسيح. انا اشجعك قوي قوي عن هذا الاله، واقول لك بيقين كبير جدا تلاقي اللي حواليك مضطربين ومنزعجين وبيفكروا مش عارف ايه ويعملوا ايه في المستقبل ويأمنوا مستقبلهم ويروح يحطوا وثائق تأمين بملايين وهكذا. انا مش بقولك ما تعملش كده، بس بقولك في حاجة اهم من كل ده تعملها. تعال النهاردة حط بيتك في الصخر، حط يقينك في الصخر، حط ايمانك، حط تفكيرك، حط حياتك، ما اغلى ما عندك هاته وحطه في المسيح، أو خليني أقول لك حطه عند المسيح. الصخر مرة يتكتب عن البيت برضو، والصخر دي يقول إن الرجل العاقل بيبني بيته على الصخر، بس يمكن هنا القصة يمكن فيها حتة دخول أكتر شوية وحتة تفسير أكتر شوية. الوبار طائفة، الوبار ده عامل زي الأرنب كده، حاجة صغيرة بس أصغر من الأرنب شوية، ولكن حاجة الظاهر شهية ولذيذة جدا لوحوش البرية، يعني يعتبروها كده المكسرات بتاعتهم، يعني الناتس بتاعتهم، حاجة جميلة كده يقدروا يأكلوها بسرعة كده وتتبلع، وحاجة شهية الظاهر جدا. وكما يفعل عدو الخير يجول ملتمسا من يبتلعه. إني أدعوك في هذه اللحظات، لو أنت عايز لحياتك حماية، مش انك تحمي حياتك بشوية الحاجات اللي بيعملوها الناس عشان يحموا حياتهم وظروفهم وبيتهم. عايز مني كلام مختبر؟ اقول لك ببساطة قلب كلام الاختبار النهاردة: روح حط حياتك في المسيح يا حبيبي. اللي ينفع يأمن ليك الحياة هو الخلود، اللي يضمن ليك الامر لمنتهى هنا عايش محمي في اسم الرب يسوع وفي دمه. ولما توصل عنده هناك يقول لك تعالى رث الملك، تعالى النهاردة يعني اسمع النعمة، تعالى افرح، تعالى خد من الله لنفسك راحة بعد طول عناء وتعب في البرية. ترنيمة النهاردة بتقول كده: عنوان سكني في ستره،
في ظل القدير ببات. فالآية في مزمور 91 بتقول كلام جميل، بتقول إن الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي أتكل عليه. تعال النهاردة واحتمي في هذا الستر وفي هذا الصدر، تعال النهاردة وافرح وانت جوه هذا الستر وجوه هذا الحضن، جوه هذا الصخر الكامل صنيعه. فالوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. أمثال 30-26، تعالوا نرنم سوا. يا رب النهاردة متع كل واحد إنه يعيش ساكن في حصون الصخر، يعيش جوه سترك جوه حمايتك في ستر العلي وفي ظل القدير نبات. فرح قلوبنا النهاردة رب إن كل ضعف فينا مش هنعيش بيه مكسورين، لكن كل ضعف فينا هنجيلك بيه نحتمي فيك منه. تعالى رب النهاردة واكرم كل واحد فينا يرنم الكلمات دي فرحان بيك. نضع بيوتنا في الصخر. عنوان سكني في الستر في ظل القدير ببات، حسني وملجأ حياتي في الضعف وفي الأزمات. عنوان سكني في الستر ظل القدير بابات، حسني وملجأ حياتي في الرحب وفي الأزمات. وده وعده دايما ليا أتعلق بيه، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. وده وعده دايما ليا أتعلق بيه، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. الصياد يحميني تحت جناحه يخبيني، ولا وبا ولا خوف ولا سهم يقدر في يوم يأذيني. الصياد يحميني تحت جناحه يخبيني، ولا وبا ولا خوف ولا سهم يقدر في يوم يأذيني. وده وعده دايما ليا أتعلق بينجيني، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. وده وعده دايما ليا أتعلق بينجيني، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. ولأن عني عليه منقوش في كفوف إيديه، لو يوم الشر يقرب من خيمتي أنا بجري عليه. ولأن عني عليه منقوش في كفوف إيديه، لو يوم الشر يقرب من خيمتي أنا بجري عليه. وده وعده دايما ليا أتعلق بينجيني، اسمه غالي علي يرفعني ويعليني. وده وعده دايما ليا أتعلق بينجيني، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. وده وعده دايما ليا أتعلق بينجيني، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. وده وعده دايما ليا أتعلق بينجيني، اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني. أمين. ربنا يديكوا يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا.